هاد تشوفون هاي العوائل داير البريد كلها مصابة بمرض السرطان، وأكثر من 50 إصابة عندنا موجود تقاريرها كلها تقارير سرطان، كلها هاي تقارير، هاي تقارير، هاي تقارير موجودة، أكثر من 50 إصابة عندنا بمرض السرطان من هذا البريد، وكل ما نشتكي توصل يرفع القاضي. هاي بخت من هاي بحضمين بخت من تنوع، ها شوفه يرفع القاضي. هاي بخت من هاي، هاي من يخسر، هاي كلها تقارير هاي المصابين بأمراض سرطان، هاي كلها مصابين. ايش قد عدد الإصابة؟ والله تقريبا عندنا لحد الآن أكثر من 25 إصابة سرطان بالمنطقة اللي فيها. 25 إصابة سرطان موجودة. الثانية وبعد نشتكي يرفعها القاضي للبيئة، هو مدير الشركة يشتغل بالبيئة، توصل القضية للبيئة يشدونها، نوصل لهم يطلبون من عندنا الكشف، لو 250 لو نص مليون يلا يطلع لنا كشف، واحنا خيرنا ما يملك 2000 دينار. هذا الولد حتى يطلع قد ايش؟ 100% توفت في الداخل. شنو بدك ايش بيها؟ اشعاع وتقرير قال. ايش بيها؟ سبب البرد توفت اشعاع. من اللي قال لك بسبب البرد؟ دكتور المدير مال المستشفى نفسيته. اي قال اشعاع من البرد. اشعاع من البرد. زين. ايش سوى؟ الله وكيلك زوجته؟ زين هذا زين.